أما شو سهرة مبارح؟ مطعم بياخد العقل. نحنا لازم نروح، والسهرات هنيك كمان حلوة كتير 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 كتير. يا الله دخيلك. احكي ماهر، أنا لحالي. ايه بس ليك شو بدي قلك، هاي الشفرات الغبية اللي عم تخترعها رح تخليني موت من الضحك شي مرة. وما أقول شو ضحكتني من الصبح. عن جد؟ إلا كان خليني قلك شغلة مشان تضحكي وتضلي مروقة. فراشة، إيلين دقت لكريم وحكت معه. شو حكت معه؟ لك أنا قلت لها إنه مشكلة نور انتهت، ارتاحي رح يقلعوها من الشغل. قام قالت لي كذب هالحكي وما اقتنعت أبدا وما صدقت إنه هالشي رح يصير. قام راحت دقت لكريم وحكت له. لك فهمني شو حكوا هن الاثنين؟ أنا شو بيعرفني؟ أصلا هي ما قالت لي أي شي. بعرف إنه حكت، آخر شي قالته حكيت مع كريم ومشي الحال وسكرت التليفون بوشي فورا. ايه وهلا الو.